حتندمي جميل. اوف 220 ثانية يا شباب، يعني 4 دقائق تقريبا. يعني بتقدر تستخدمه مرتين في الجيم. اعلى مستويات اطراد اسمك للمامات، اطراد اسمك للمامات، فاتحنا في القنوات امشينا في طريقنا. هو طريق الاسكن. كيف الصاعقة كانت بده يطردك؟ شباب لك الكلب لسه ما دق على الكلب، اول واحد انا ما شاف ال 50 واحد اللي قدامه. لا يخرب يخرب علي لانه محمح. علي البيج بوس بالجروب تمام تعال معاي يعني هو احكي له. طيب احكي له قول له ياخذ الاي دي كلمه السر دوا بالجروب. يلا 5 دقائق وبيرسلوهم هسه بعد. ماشي جبت عليه حتى السكنات الاي ان اي ما اعرف شو اسمها هي الجديده. اي طبعا الحاضنه جبتها. حتندم يا جميل. ليش حندم حبيبي؟ ليش يا محامي جاكوار؟ اسمع شباب، تعرفوا شو صار جاكوار قبل شوي؟ اقسم بالله ابو ميسان ببعث لي سبام 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 سبام. رحت دخلت قلت بدي اشوف شو بده ابو ميسان، يعني انه ما راح نلعب البطوله مع بعض اليوم يعني انه ولا شو. الا دخلت لقيت لك مع محمح باللوبي ومحمح لابس بكيني. لا اول ما شافني محمح لابس بكيني غير السكن فورا. وربي هي شو اسال الشات اقسم بالله. صار ولا ما صار يا شات؟ فورا غير السكن. انا شاكك بشغله يعني ان شاء الله ما تكون لبالي ولا ان شاء الله انه ما بعرف ما يسمى محمح غير ابو ميسم. عجبتهم جبتهم هذول السكنات الحاضنه جبتهم كلهم يا رجل. مبرد صوت هاي الماكينه. ايه بيسا الام بي 40 يعني بالحاطمه الجديد الازرق وربي اقوى من كل ام بي 40ات النزلوا. ايه اقوى حتى من الكوبرا. يا راي الكوبرا زباله. الكوبرا كذبه وربي كذبه الكوبرا. انك لا تضرب واحد اصفر بين احمر، يعني تضرب واحد اصفر بين لك احمر، انت تفكر دمه قليل بيطلع دمه كامل. وربي مر الجمجمه اللي عليه. ايه بدات اذا كنت حاط الفلتر تبع تعديل الالوان ببين لك كانه دمج هذا الاحمر. ايه هاي الشات كله. ها شوف شوف الشات كله بقول لك صح صح. يا ويلي انا ليش ما حاط شخصية؟ حاط شخصية جاكوار عشان يبيض، وحاطط شو اسمه شخصية لحظة اقول لك اللي جايب الدروب، وجايب شخصية كريستيانو، وجايب كابيلا. لا كابيلا بغيرها بجيب موكو. لحظة لحظة نجيب هاي موكو وكيلي وماكسيم. يلا شو الشخصيات اللي انت جايبها؟ حالك وكين نجيب سكايلران. لا كريستيانو. كريستيانو بتساعد شوية افضل. يلا انت سكايلران كريستيانو. هاي اس ام جي خلينا نبدل الام بي 40 نحط الزرق بيج. يا البيج واو بتعرف على هاي الترند مطلعين عليك بيج 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 جاتشا؟ لا ما عاملين عليك ترند بيج 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 جاتشا. كل واحد عامل حاب بنت بقول بيج 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 جاتشا. ربي بيج هذا حط ديك اللي كتش نفس لك الصراحه تاع رونالدو. افضل من البياض نقول بياض. والله ما علي تعرف بس 20 ثانية او 15 ثانية بيج بوس. شو ده لا يا اخي 15% تعرف شو يعني 15% قوية يا رجل. 20 ثانية اكثر من 25 ثانية. لحظة هو كم لازم تستنى عشان يشتغل كريستيانو بعد التعديل؟ 220 اذا قلنا 15% يعني تقريبا 35 ثانية بتساعدك هذا الحيوان. يعني بدل ما تستنى 220 ثانية بتستنى اوف 220 ثانية شباب، يعني 4 دقائق تقريبا. يعني بتقدر تستخدمه مرتين في الجيم او 3 مرات يمكن. يو ويلي يعني بتصير تقدر تستخدمه كل 3 دقائق بدل ما كل دقائق 3 دقائق ونص تقريبا. علي لازمك بنات على الكلان لانه اعضاء الكلان عندهم جفاف. شو حبيبي قالوا لك عني مين بجيب بنات ولا ايش يعني؟ ممنوع البنات في الكلان.
والله يا رجل ما بيلعبوا بطولات، كل واحد بسكواد وما بيطلع من سكواد. ايوه والله اقسم بالله، اذا نحن مو جايبين بنات بالكلان وهي، كيف لو بنجيب بنات؟ وربي بتدخل على الكلان بتشوف مين اونلاين، ما بتلاقي حدا سولو ولا بتلاقي حدا ان جيم، تلاقيهم كلهم من جروب من جروب من جروب من جروب. بلخص الببغاء. علي شوف صورة بروفايلي، هذا اسمه جاكور، تعال نشوف. البطولة، البطولة كلاسيك واد هي. كلاسيك واد ديو؟ ايه والله سكايلر يا علي احسن لك والله البطولة. لا ايه ايه لحظة لحظة لحظة، معناته سكايلر بجيب، انا فكرت سولو. وشيل زخيرة وكابيلا. لا لا عالي عالي عالي، رونالدو احسن عالي، خلي رونالدو. والله رونالدو ما راح تعمل شيء يا بيك بوس، والله ما راح تعمل. لا والله يجيب لك عالي، كل شيء يلعب برونالدو، اللي ضدك عنده رونالدو كم عندك رونالدو ويقتلوك. كلاسيك واد. كلاسيك واد اللي ضدنا كان عنده رونالدو. طيب لكن لحظة بغير شخصية ماكسيم بتوقع. السلام عليكم، شوكم يا شباب؟ أبانيز. خلي شخصية، شو ما دك عالي، خلي شخصية. مليون أحلى شباب. بيك بوس جيب شخصيات الزون. لا 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 ليش لا ليش لا مستحيل مستحيل تلعب الزون. كشف خطط بيك بوس، كشف الخطط. في ما صار يلعبوا جيب انطونيو بدل ماكسيم افضل، بقول انا مش عارف. انطونيو خلي شخصيته هاي، دخل شخصيته. والله ماكسيم المشكله ما في غير اثنين دم في روم كامل، يلا ابعتله. كانك هذيك الشخصية تبعت الهيد شوت يعني، بس ما بتشدك هيك من طبات. بس ممنوع البنات اللي في الكلان الا جاكوا. ها ولاك هي مين الكلب؟ شوف 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 انت مين دخل، بربك شوف مين دخل. عدم متابعين مطوش. ايش هذا يا اخي؟ هذا الشعب يفوز مطور الشرق. اطلع اطلع يا شباب اطلع. طلع بيتنقل من مكان لمكان. اطلع يا شباب عيب يرحم ابوكم، اطلع. فضحتونا مره. مطور الشرق تو علي عمار داخل وصيص الضوء هذوليك البنات. ربع حلو زمان، اقسم بالله شفت امبارح وقت هزقوا له ساره. يسرينا يا زلمه، ترى دخل على الروم المتابعين بلش فيه بسبات نسارة وربي. اوه ماي جاد، هم احلام يا زلمي. كيف بيدخلوا هذول؟